الهارد 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 تحس بيه هو ديجا خاطر في الراب. والله ما تنسبغو اقسم بالله، حيت كاين دابا اللي نطر ليه بعقلي يقول لك لا ده تنسبغو، لا والله ما تنسبغو داكشي اللي كاين راه كاين. يو السلام عليكم خوتي وخواتاتي، معكم دري سوسي في فيديو جديد او رياكشن جديده. الرياكشن تاع اليوم الاخوان على واحد الصوت اللي ولد اكادير ولي اول مره يدوز عندي في لاشين، سميتو سيميو. لاحظ التراك الاول من الاوبي تاعو اللي سميتو سيري، التراك فيتورينغ مع الهارد. الهارد شراوت ليك راه هريمنا هريمنا خويا، تحينا شي تراك احنا كنتسناوك. المهم تراك سميتو مي فيدا اللي نتعث لك في الديسكريبشن. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان، رمضان نهار الاربعاء ان شاء الله بحول الله، كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. المهم الاخوان الفيديوهات اللي جايين نتسناو شي حاجه بار رياكشن، والدراري تاع مراكش راه ما نسيتكمش مورا رمضان ان شاء الله بحول الله يا باقي حيين. انتم اللي نبدا بكم. وهذا ما كان اخوان رمضان نطول عليكم، لك حتى ولا مره كتشوفنا كان كتهبط لتحت فرقع ديال ماديك سبسكرايب ديال ذاك الجرس باش تكون من اوائل كتشوف فيديوهات ديال الدري السوسي. ما تخش على واحد اللايك وشي كومونتير زوين، وكيف ما العاده الو بابا سولي ولو المهم الاخوان نبداو الرياكشن تاعنا. ماشي كليب واقيلا لا المهم الاخوان كنلاحظو بلي راه ماشي كليب اوديو ولا في جاتني انا بالروج ولا جاتني بحال تاع ماد ماد بحال هذيك تاع ستيلو واقيلا داك التراك سميتو ستيلو ولا مارد. المهم راه تعقلوا عليها هي بالصفر غير هادي بالكحل داك الوردة. المهم داكشي اللي لاحظت دابا لحد الان بحال تاع ماد. المهم نكملو نكملو والله الا متشوق وحق الرب، حيت الهارد الهارد اخويا انا ما بروج ولا كاين عنده ما يتقال. اي رو كابي حياتي داز بين عينو كنشوف الماضي مات، دابا كنفكر غنتوب شمال خطرات، ها كنطيح وكنوض شنا لفات معليش كلشي كيفوت. هاد الكوبلي الاول بروج ولا ناضي، حياتي دازت بين عيني وكنشوف الماضي مات، دابا كنفكر غنتوب بجميع الخطرات، ها كنطيح وكنوض عشنا الافات معليش كلشي كيفوت. كتابه يلا راني عاودتها كاع بالروج ولا الدراري ناضي تاع قادير كلشي كيفوت. كمل اخويا بعدا الملاحظه بعدا راه سيميو سيميو هذا سيميو هذا اللي داخل، حيت هذا الصوت هذا ما تعرفوش اذا راه سيميو الهارد الصوت هو تنعرفو. شنا الحياة كلشي كيدوز خوف قايل بقاو ذكريات درت العذاب مي كاع ما درت الغلط حكيت حكايتي وحكيت حياتي حكايات شفت الليلة هاد الحياة عشتنا اخيب لحظات وليت كنفكر اشنو غادي يجي من مورا المعمل كاع اللي كيشوفوني خايب راكم اللي جبتوني لاصق ما كرهتش نرجع للصغار ونعاود نعيش دوك الايام اللي في ديت ما مكان ما انا ربي يشوف من حالنا ملينا تلاستري عجبني بالروج ولا انستري برو دروك شراود لي كاصاط روك راه خدام مع الدراري تاع قادر بزاف داك سميتو لا حماد لا الهارد واقي لا لا سيميو الدراري برو ناضي ناضي بالرجول. هاد الحالة غير ما كاينش الناس عيب القوي في الكاس بقيتش كنتق في الناس اللي يبغاني يجيني فاس ما بقيتش كنتق في الناس اللي بغاني يجيني فاس ما عندي ما نقول بالرجول مي فيدا عطي هذا لي ستاب تيتر تاع التراك وسمى مي فيتا نصفق ليه بالروج ولا حيت داكشي لحد الان داكشي اللي سمع لحد الان جا مع التيتر هو هذاك. ما كانش صحاب راسي راسي من فعال ومخيب وليش كنقاصي حياتي داب غير كنسي فهاد العالم عمري مش كل اللي وسي بحال دابا هذوك اللي كيقولوا لي في الكومنتير راه انت ديجا سامعو وكدير عليه رياكشن. انا راه كنشوف ها الاوديو دابا سميتو تلفت كنشوف دابا غير هاد الكتابه هادي اللي فهمتي دايرينو ليريكس انت تمشي مع الانستري ولا تمشي كما هو كيغني عادي جدا، حيت ما كاين بنادم اللي ما كيتيقش كيقول لك لا انت ديجا سامع ولا انت فلان انت تركتي لا لا كل واحد حر كل واحد يقول لي بيبو. ما كاينش صحاب راسي راسي من فعال ومخيب وليش كنقاصي بقيت كنتيق بقيت كنسوق الرفرا 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 ثلاثة الحوايج تيقضي معايا في التراك
ديما كنقولها الرفران ولا كان تراك اولد سكور ولا كان شي تراك كيدوي على بحال دابا شي حاجه عشتها انا ولا عشره، المهم كتقيس شي واحد فينا اي مغربي بحال دابا هذا هذا في اصلا الرفران ناضي ونزيد عليها تراك ناضي بالروج ولا شي حاجه ناضيه ولا ضاعت ما بقيتش كنزور ما بقيتش كنتيق هادشي كامل دايس الهارد 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 عا تنشوف فيه دابا انت راه عارف انت دابا تشوف فيه ولا تنشوف فيه طلق لينا الله يرحم بها الوالدين التراك راه ولينا خدامين معاك الصاد لوح لينا التراك انا راه ضايق فيه بالرجوله حتى انت راه باغيك انا في شي او بي تاعك انت ولا شي البوم تاعك انت بالرجوله والله الا الهارد شراوت لي انا اول واحد بعدا في الدراري تاع قادر ندير لي رياكشن وعجبني دغيا دخل خاطري بالرجوله من التراكات تاعو ناضي ناضي اخويا ناضي شراوت ليك شو دخل اشوفها I'm going to go to the house. فهمتي هذا يلاه بادي في الراب ولا من جينيراسيون جديده هذا كتسمعو كتقول هذا لا هذا من جينيراسيون اللي قديمه بالرجوله واش راه ديك الارض وحق الرب الطريقه باش باش تيغن باش تي سميتو فهمتي بزاف هاد الدراري هاد الولا بزاف ناس كنقطعنا كيدازو راس بابي ويد ما تنسبغوش والله ما تنسبغو اقسم بالله حيت كاين دابا اللي غنضر لي بعقلي يقول لك لا هذا تتسبغو لا والله ما تنسبغو داك الشيء اللي كاين راه كاين جاني جولة سالي فاش القاري صواري بقيت بو شفت الناس يفو مصر كان دي راتي بو مي بو ماما بو ما فاهم اللي صافي عدا غسيري من سيري سلي كان يشو قدامي ياجي شباشي دو هادي غيسيري من السيري اللي كان عيشو قدامي وقول لي عطيني الهارد لا ماما ترى من اللي صافي عدا غسيري من سيري سلي كان يشو قدامي ياجي شباشي دو راسك بغيتي ندا انا كل داس وصل بينو بعد ما سيلا والد بيبوشي عندو ربي كبت على راسي مي في دام حياتي عداد غي كنسي حياتي عداد غي كنسي فانا عم نرمي مش كل وسي ما كانش صحاب راسي يا راسي من فعل ومن خيب وليش كان قاسي حياتي عداد برود برود شوف البيت ناضي ناضي من فعل والغيب وليش كان قصي هي الهداف وهي كنسي فاجعل المعلومي مش كل وسي ما كيش صحاب راسي يا راسي من فعل والغيب وليش كان قصي والله ما بروج انا ما مليتش المهم الاخوان هكا كانت الرياكشن تاعنا على التراك ميفيدا من الاوبي تاع سيري تاع سيميو فيتورينغ مع الهارد وهذا ما قال الاخوان اللي مازال ما تمسك الاوبي كاملو يدخل يتلقى ليان في الديسكريبشن ويخرج يتمسك التراك والتراكات راه واقيلا تلقى شي ثلاثه تراكات ولا ما عرفت ثلاثه تراكات من الاوبي هذا ما كان الاخوان تسناو في رمضان شي فيديوهات رياكشن على شي فيديوهات عاديين المهم شي حاجه اللي من غير رياك من غير التراكات فهمتي حيت رمضان وهذا ما كان راكم عارفين الاخوان المهم الا كنتي اول مره كتشوف معايا كانك تهبط لتحت تفرك على الماضي سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من اوائل كتشوف فيديو تاع الدريسوسي ما تخرجش على واحد اللايك وشي كومونتير زوين وكيف ما العاده البابا سولي.